السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. الحصة ديال اليوم ان شاء الله هو الملفي، الملفي بطريقة ناجحة. نتمنى ان شاء الله قبل ما تبداو الفيديو فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تدعمونا دائما باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو للطريقة التحضير. البنات انا اصلا فايت درت لكم في الفيديو الملح، درت لكم طريقه تحضير لاباط فيوتي، كنت شرحت لكم بان الا بغيتوا تخدموا بها الملح ولي شوسون بيتزا ولي كيش والاشكال ديال اللي يعني اللي فيها لا فارس وتكون مدمه، تقول لكم ديروا فيها 500 غرام بالنسبه للشكل اللي انا تنخدم دائما باش ما تجينيش مزيته بزاف وما تبقاش تقشر، يعني واخا تخبعي الحاله ما تبقاش تقشر من الوجه ديالها. ولكن بالنسبه كنقول لكم دائما ترجعوا للفيديو الاول ديال المالح، قلت لكم الا كنتو ديروا الملفي اولا لي بالمي اولا بالنسبه لي فولوفو الاشكال ديال التوراق الاخرى، قلت لكم تعجنوا العجينه ديال لاباط فيوتي وتوزنوها وشحال ما عطاتكم النص ديالها خصو يدخل الزبده، وهذا هو الدرس الحقيقي ديال لاباط فيوتي. بالنسبه للبنات راني عجنت العجينه ديالي بالطريقه اللي شفتو في الفيديو الاول، من بعد منها طلقتها على الرخامه بهذا على سمحوا لي على البلايك بهذا الشكل. وبالنسبه للملفي تتمشي اختياريه على حسب شحال بغيتي الكميه اللي بغيتي. بالنسبه لي انا ان شاء الله باذن الله غادي ندير لكم الملفي، غادي نشوفوا المراحل ديالو، نتمنى ان شاء الله تتبعوا المرحله من الاول حتى التالي باش يمكن لها النتيجه تنجح لكم. لاباط انتم شفتوا طلقتها فوق البلايك، غادي نثقبها بهذا لاباي بيك باك، ها هي غنثقبها كامله مزيان باش ما تخليش، غندخلها للفران. من بعد ما ندخلها للفران طيب على درجه الحراره تكون ان شاء الله 180 حتى 200 ديال درجه الحراره، ولا كانت عندكم فران ديال البوطه كي تنقول لكم دائما خصكم طيبوها بالمهل باش يمكن لها تجيكم مورقه. بالنسبه من بعد ما يطيب لي الملفي ديالي مزيان لاباط الملفي ديالي مزيان، نفضل ان من تخرجوها ترشوا شويه سكر كلاصي فوق منها، غير شويه سكر كلاصي باش تولي محمره وتولي تدخلوها عاوتاني للفران. من بعد ما تخرج وتبرد ان شاء الله غادي نتبع معكم الطريقه. اصلا راكم شفتوا كريم باتيسير، غادي نشوف نوريكم الطريقه ديال باش نجمعها، يعني باش نمونطي الملفي وشوفوا الدرس ديال الكلاصاج الفوقاني ديال الملفي. اما لاباط هانتوما شفتوها كريم باتيسير، اصلا كنت درت لكم في الفيديو ديال الشنيك، رجعوا للفيديو ديال الشنيك انا درت لكم يعني الدرس ديال كريم باتيسير راكم شفتوه في الفيديو الاول ديال الشنيك. دابا غادي نشوفوا المراحل كيفاش نمونطي كريم باتي، كيفاش نمونطي الملفي سمحوا لي، وشوفوا الكلاصاج. نتمنى تبعوا الفيديو من الاول للتالي. دابا غادي ندخل لاباط ديالي للفران، راه خاصها تجي محمره مزيان تخليوها تتحمر مزيان. واحد النقطه اللي كفكره نخليها لكم، لاباط فيوتي من الاحسن كي ذكرت لكم ديك النوبه تخليوها فوق يعني فوق البلاكه على الاقل واحد الساعه د المكانه باش ما تجمعلكمش الفران. انا نخليها واحد شويه عاد ندخلها للفران، انتما خليوها واحد شويه عاد تدخلوها للفران باش على الاقل ما تجمعش في قلب الفران، حيت لاباط فيوتي الا خدمتي هذيك الوحده ودخلتي للفران تتجمع واحد شويه. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفيديو ينال اعجابكم، نتلاقاو مع المطيب. البنات كيف قلت لكم لاباط فيوتي هي وجدات، هما ثلاثه ديال الاوراق اللي قلت لكم ها هي، درت شويه ديال السكر كلاصي تجي فيها مذهبه تجي مزيانه. بالنسبه للكريم باتيسير ها هي عندي واجده، ما يمكنليش نقول لكم القياس البنات لحقاش على حسب العدد اللي بغيتو وعلى حسب القياس لاباط اللي عندكم، خصكم تضربوا الدرس على حسب العدد اللي باغيين. هنايا عندنا الكلاصاج الابيض، الكلاصاج ديال الملفي، انا تندير الكلاصاج ديال الملفي تندير الشكلاط الابيض تيذوب تنزيد عليه الناطاج، كذلك ما يمكنليش نقول لكم القياس ديال الشكلاط، ما كاينش نقول لكم القياس ديال الناطاج، تندوب الشكلاط ديالي في حمام مريم حتى تيذوب وتنزيد عليه الناطاج بحيث خصو يخفف، شوفوا الطريقه ديالو. هانتوما غادي نعطيكم الفيديو تشوفوا مباشره بالنسبه للكاميرا، غتبين لكم شحال ندير والطريقه ديال القياس. هذا الشكلاط الكحل غندوبو كذلك باش يمكن لي نزخرف الوجه ديال الكلاصاج.
بالنسبه للملفي البنات هي الطريقه ديالو كذا ديال الدوروس فيه لا بات فيوتي فيه كريم باتيسيير فيه الكلاصاج وخلاص شكلات الكحل تزيين راكم عارفينها. الطريقه اللي خصكم تعرفوا لها هي ان كيفاش يتمونط راه باينه سهله والطريقه كيفاش خدمي لا بات فيوتي راه عندكم شفتوها مباشره كذلك كريم باتيسيير. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفيديو ينال اعجابكم وتبعوا المراحل كامله وان شاء الله باذن الله ينجح لكم بحكم ان الميفاي كلشي تيبغيه وكلشي تيحماق عليه ونتمنى ان شاء الله تجربوه في الدار ديالكم تجي ناجحه غزال. ها انتما الناس شوفوا ها هي الشكلات البيض تيذوب مباشره نزيد عليه النافاج وهذا الكلاصاج البنات تنستعملوه بزاف ديال الحوايج من ضمنها ممكن نلصق به حتى الصابلي تيجي رائع وتديري فيه لي كولورون اللي بغيتي تتسمى حتى هي ممكن تعطيها مصطلح واحد اخر كتعليه كالصابلي ممكن تزيني باشكال يعني اشكالات واحد اخرى يعني الواحد يتعلم يعني القواعد بهذا المصطلح وتيمكن له يزين الاشكال ديالو بيديه كما بغى. ندوزو الطريقه ديال الخدمه الاولى درت عليها كريم باتيسيير الطبقه الثانيه كذلك كريم باتيسيير ودرتهم في الوجه دابا الطبقه الثالثه ما يمكنليش نديرها على الوجه غادي نقلبها البنات باش يمكن لي ندير فيها كلاصاج هانتوما البنات البنات دابا غادي ندير لها نغطيها وغادي نتقلها بشي حاجه باش يمكن ديك الطبقات كلهم يجيو متقادين ويجي كريم باتيسيير فيهم كاملين هانتوما البنات غنتقلها بشي حاجه البنات ضروري بهذه الطريقه كي بينت لكم لابد من بعد ما تنتقل اختي لابد نتقل الملفي ضروري باش ديك لاكريم ديالو تجي مقاده وتتلاباط تتنزل على لاكريم تيجيو مولس ومقادين لابد تقلي بشي حاجه انا ما قريبش نتقل تقلت بهذا البانيو هكا البنات ها الشكلاط داب هانتوما تشوفوا الشكلاط داب البنات هانتوما بعدا كديرو شي زيت ولا شي حاجه دابا غادي ندير الناباج بالنسبه للكلاصاج البنات راه مايمكنليش نقول لكم شحال تيجي لاكوش رقيقه وصافي هانتي حتى تيخفف هذا هو كلاصاج الأبيض الميلفي تيجي رائع كي قلت لكم راه ممكن تولي تخدمو شي طريقة أخرى به أنك تلصقي به الصابلي ممكن ديري شي لون آخر فيه ماشي لا بدا يبقى أبيض أي لون كيما بغيتي ديري تزولي ديري هانتوما البنات راه مازال محبب مازال خصو يتخدم Thank you.
عاد من بعد ما كملت الملفوي ديالي نديرها تبرد عاد نقطعها على حسب الاحجام اللي بغيت. بالنسبه للبنات الملفوي ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوه، راه تيجي ناجح وتيجي غزال. ولاباط كي قلت لكم شو تبارك الله كيتجي غزاله غزاله لاباط في يدي، غير خصكم تعرفوا تخدموا المسائل كاع كامله. والملاحظه بان كريم باتيسيير ما تيخصوش يتحبب، خصكم تستمروا في الخدمه ديالو حتى تبقى عباره عن كريمه. بالنسبه للكلاصاج البنات ناكد ونعاود، راه ممكن واخا تيبقى تستخدم به بزاف ديال الحوايج، ما يمكنليش نقول لكم القياس البنات، ممكن يكون حتى شحال تبغي تخدم غتمشي على حساب القياس ديالك. لاباط عندك غتمشي على حساب الكريم باتيسير اللي تدخل فيها. نتمنى ان شاء الله تجربوها تجي ناجحه، نتلاقاو من بعد ما تجمد. البنات من بعد ما قطعت الملفي ديالي ها النتيجه كي تشوفوا. بالنسبه للطريقه ديال التقطاع كل واحد يبغي الاحجام اللي بغات يديرها، انا العدد اللي صوتهاش نخرج ليا درت هادو في هاد الاحجام وهادو درتو في هاد الحجم هذا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم، ونتمنى تجربوه ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. تبارك الله على الجميع.